لجنة التحكيم في السهرة الثانية، السهرة السابقة دعوت الجمهور لأن يصوتوا لمحمود. لا زلتوا عند كلامكم؟ صار لطفي. يا محمود ما تترك لي أكل عيش مع سيادتك، يعني حرام عليك يا أخي. أحسنت ثم أحسنت ثم أحسنت، ما شاء الله. أشكر الله اللي أعطاك هذا الصوت، إمكانيات ما شاء الله، طبقات، تنقلات، حركات، جمال، حضور، وفقك الله. وأقول لك أعمار يا مصر، يا مصر أعمار، ساعة أعمار يا مصر، يا مصر أعمار، ساعة الخطر بتصد الريح، يا حضني بضم المجاريح، يا صدري يا حنين بصحيح، يا معلمان نكون أحرار، أعمار يا مصر. وسيقار عاصم محمود، يعني أولا لعباتك صعبة، تمكن مميز، سلطنة عجيبة، ثبات وثقة بالصوت، قوة، تعرف شلون تثير مشاعر اللي عم يسمع لك، تحكم خطير بالنغمات، ثبات ممتاز على النغمات نفسها، حنجرتك مميزة. أنا بتحدى فيك هون من منبر منشد الشارقة أي مطرب بيشتغل بمجال الغناء الطربي إنه يقدر يعمل جمل مثل ما بتعملها. أنا بتحدى فيك، وعند كلامي بس يحاول يعمل جملة ويسجلها وينشرها باليوتيوب مثل الجمل اللي أنت عملتها. تحية كبيرة لمحمود هلال. أسامة. أخي محمود، هذا الأداء الذي قدمته في الإنشاد هو الأداء الفخم، فخم لأنك احترمت في كل حرف، احترمت في حركة كل حرف. هذا الاحترام من بداية الاستهلال في أدائك إلى قفلة كل شطر وكل جملة تحترم فيها كل المقطوعة، المنتج في النهاية يكون فخما يحترمه كل سامع. بهذا اللون من الأداء أنت تعيد الإنشاد إلى مجده الذي كان من كنوز ومعاني فنية عريقة. شكرا. محمود هلال من جمهورية مصر العربية، صوتوا على الرقم 2. على الرقم 2.